ليش حالك؟ اوهو، اطيب سلادة محضر لي. كيف اللحمة؟ صارت جاهزة تقريبا. شو بدك تحضر للدسير؟ شي مع ويب كريم؟ ويب كريم من العشاء او بعد العشاء؟ قولك ماشي حاله مكرم عند امك، ان شاء الله ما يكون عم بيعذبها تا يخفى. ايه ما تعتلي هم، لو في شي كان دقت لنا. بعدين نحن اتفقنا مع كل خميس ديت نايت. ايه مزبوط، معك حق، الليلة إلنا.